ستجدد نفسها. أرجع مثلا إلى بركان إسلامبار في معصرة ظرف من 23 مارس إلى 27 أكتوبر ربما لفت الملايين الأطنان من الغازات، ولم نلاحظ ذلك التغير اللي ربما على الإنسان في أوروبا أو إلا في مدة قصيرة، حيث أن حتى طيران كاد أن يوقف في ذلك الحين. فهل هذه الانبعاثات الغازية التي يعني وراءها الإنسان من خلال استعماله الزائد لهذه الطاقة الفورية، هل سيؤثر فعلا على هذا المناخ بالدرجة مقارنة مع ما قلت أن هناك براكين، هناك زلازل، هناك أشياء كثيرة الطبيعة تفعلها ولا زال الإنسان يعيش؟ كذلك أريد أن أطلب من الأستاذ فلاح، هل لهذه الانبعاثات الغازية ولهذا التلوث أن يؤثر جيولوجيا على الوضع الحالي مثلا في المنطقة ديال طنجة تطوان أصيلة؟ وشكرا.